مجموعة من التلاميذ الطموحين تأقلموا مع واقع الإعاقة، حيث رفعوا التحديات بعزيمة وإصرار أمام جميع العثرات التي تحاول أن تقف عائقا بينهم وبين طموحاتهم. ونتيجة لهذه العزيمة، شرعت وزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية في تكريم هؤلاء التلاميذ من ذوي الإعاقة الناجحين في الشهادة الثانوية دورة هذا العام، عبر تسليمهم أدوات مدرسية ومنح لمواصلة تعليمهم الجامعي. بادرة وقعت على قلوب التلاميذ، وأكد علي حسين عبد الله بحلمه البسيط وكلماته البريئة التي عبر بها عن امتنانه بأن يدرس علم الاجتماع ليساعد به أقرانه المعاقين. حسا كده أنا اليوم ده شغل حلو لنا من ده كما فيه ما لا نوري عشان أنا عندي كبير كم ما ساعدونا دا دايما أنا قاعدين نفكر شنو البحث لنا قدام. أنا أول خطيت أقلي يعني كيف أنا نجري نلقى باك وكيف نقدر نسي اتيت أش. والحمد لله اليوم نشكرهم كلهم هم الرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو. بينما أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية بأن السلطات العليا بالبلاد وضعت سياسة خاصة للتضامن والوقوف مع هذه الشريحة. لازم خلينا نفكر لناس هنال عندي كابي دولة الدبس البوليتيك هنال غوفرنمان دي لا ريبوبليك ودبس بوليتيك هنا شيف دي ليتا محمد إدريس ديبي إبنو المينيستير غا تتراجير بوليتيك هنا غوفرنمان دبس أنينا يالا ليغو بانك 2024 دا شلنام أربع وان تانك مينيستير هنا أكسيون سوسيال ما نقدر نخلو ناس دكي كتبنا إيكول هنا ثلاثة سنة وأنتنا فرنشير هنا. هذا وتعمل الحكومة في وضع خطط لتهيئة فرص متساوية للتعليم متكافئ ومناسب في المدارس للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.